بداية اليوم بتاعي ما كانش لطيف خالص. أول ما صحيت كده مرون تعب تعب شديد جدا، بطنه كانت وجعاه، ما كانش مستحمل أي حاجة ولا أي أكل، وكان عنده فرح اليوم ده. بس الحمد لله الدنيا اتظبطت، اديته أدوية والحمد لله الحمد لله بقى كويس. لو ما تحسنش بقى أكتر مضطرة بقى إن احنا نروحه للدكتور. المهم بقى تعالوا كده أقول لكم أنا عملت إيه في اليوم بتاعي. أول حاجة كده خدت العلبة دي، بدأت إن أنا أحط فيها الجبنة القريش بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده الجبنه القريش دي يا جماعه طعمها خرافي خرافي خرافي. في جبنه قريش كده تحسوها عادي، في جبنه قريش كده تحسوها لباني كده وطعمها كده قمر بجد وباين وفريشنس كده، لا بتبقى تحفه. فدي كانت من الجبن القريش اللي كانت عاجباني يعني، وكنت مستمتعه بصراحه وانا بشيلها في العلبه لاني مستمتعه يعني ان انا هاكلها. عارفين انتوا الاحساس ده؟ تمام. وهنا بقى كان فلفل الاسمر بتاعي خلاص خلاص، غسلت العلبه بتاعته كويس جدا. ده اهم حاجه لما تيجي تحطي التوابل الجديدة، تغسلي العلبة بتاعته وتنشي فيها كويس جدا قبل ما تحطي التوابل الجديدة بتاعتك. اوكي، فانا خدت العلبة زي ما انتم شايفين كده وغسلتها كويس جدا ولمعتها، وخدت المقص وقصيت كده الكيس بتاع التوابل، وبدأت افضي كل الفلفل الاسمر بتاعي جوه العلبة بتاعت الفلفل الاسمر. زي ما انتم شايفين العلبة بقى شكلها حلو قوي ونضيفه كأنها جديدة. طبعا البلاستيك يعني بعد كده بيقدم، بس احنا بنحاول نحافظ على الحاجة على قد ما نقدر. تمام. هنا بجد بجد القفله بتاعه طقم التوابل دي صعبه قوي في الفتح وفي القفل. هنا بقى يا جماعه بقول لكم ان انا المفروض اقطع السلطه بتاعه الفطار بتاعي. زي ما انتم شايفين كده قطعتها وظبطت الدنيا، وده كده كان الفطار بتاعي. يا صباح الخير، وحشتوني يا بنات. كل اللي بيقولي طولي الفيديو شويه، بجد يعني انا اولا ما عنديش مساحه، ثانيا ما بحبش ازود عليكم عشان تتفرجوا على الفيديو، يعني بخاف مثلا اطول الفيديو ومحدش يتفرج عليه وكده. زبيلا صحيت طبعا على الزن يعني وكل حاجه، فانا دلوقتي لسه ما اكلتش، المفروض اقوم اكل جرانولا الاول وبعد كده ابقى اشوف الاكل اللي انا هاكله يعني. تمام. لسه واخده دواء الغده، فلازم استنى من ساعه لساعه ونص عقبال ما اكل. بصوا يا جماعه كالعاده طبعا ايزابيلا كل كيس قطن بتقطع، وانا مش فاهمه ليه الفكره يعني. فالكيس ده كان فيه العلاج بتاع الغدة بتاعي، لسه جايباه اهو، اللي هو سيروكس 25، باخد 75 يعني باخد 3 حبات من ده. ففضيت الكيسة بتاعته وحطيت القطن هنا عشان ست هانم ايزابيلا ما عرفش عندها مشكلة مع كيس القطن، يعني ده كده عندها مشكلة معي، لازم كل ما اجيب كيس يتقطع، ما مش فاهميها بصراحة. بصوا ده البامبرز بتاع مولفكس رقم 4 طبعا، هغير لها دلوقتي واظبط الدنيا، وعايزه كمان اديها الفيدروب بتاعها والحديد، بدهم لهاش ورا بعض على فكره يا جماعه، يعني بدولها واحد واحد، فاهمين قصدي؟ استنوا اهو ده الفيدروب بتاعها، تاخده هي كل يوم 4 نقط. يا حبايبي دلوقتي يا جماعه انا فطرت واتغديت وما صورتش معاكم. طب قولوا لي ليه انا كده؟ ما اعرفش، ما صورتش معاكم، ما اعرفش، لا اعرف الاسباب. المهم بقى عايزه اقول لكم ان انا دلوقتي في غسيل كتير عايز يتطبق. زي ما انتم شايفين كده جبت ايزابيلا تقعد معايا هنا على السرير عشان اعرف اطبق الغسيل، لاني لو سبتها هتعيط يا اما هتتدحرج وتقع. فطب وليه كل التكاليف دي؟ اديتها شماعه كده فهتلاقيت فيها عبيطه يعني هي. فهبدا ان انا اطبق الغسيل بتاعي كده واظبط الدنيا. المهم بقى ان انا امبارح كان مرون عنده مناسبه وكده، كان عنده خطوبه صاحبه، فطقمت له يا جماعه حته الدين طقم، هوريكوا صورته يعني هسيب لكم الصوره بتاعته بعد المقطع ده على طول. اوكي بصوا لبسته القميص ده بقى، انا اللي بطقم له الطقمه بتاعته، يعني هو بيشتري الطقمه مثلا بناطيل تي شيرتس قمصان اي حاجه، وانا اللي بطقم له. مثلا هو نازل بيقول لي البس ايه على ايه مش عارفه ايه، طبعا بياخد رايي يعني، مش حكايه مش عارف يلبس، لا بياخد رايي وبيعتمد على رايي، ولو الحاجه قلت له عليها حلوه بيبقى اللي هو بيكتسب ثقه زياده في نفسه. وده طبعا لازم نعمله مع ازواجنا، في ستات كتير قوي ما بترضاش تقول جوازها انها حلوه عشان ما يتمنظرش عليها او كده. انا شايفه عكس كده تماما، لما تديله انت الثقه في نفسه وتقولوا له الكلام اللي هو محتاج يسمعه، مش هيحتاج يسمعه من بره، خليكي ذكيه. فشوفوا بقى صورته في المقطع الجاي. بالله عليكم ايه رايكم في الاوتفيت الجامد جموده؟ لا قولوا لي، قولوا لي يا مرموره انت ذوقك جامد جدا في اللبس، يعني سواء الحريمي او الرجالي او الاطفالي، ما علينا بالاوتفيت اللي بيلا لابساه ده. المهم بقى اروح اطبق الغسيل بتاعي كده،
وخدت الفيتامين بتاعي يا جماعة، اللي هو الفيتامين ده بتاع الهير تونيك، نفسي اجربه بجد بجد، نفسي اغيره ولا ايه، عايزة اجيب فيتامين تاني، بس ولا عندي الوقت ولا الاموال يعني. بس ايزابيلا عايزة، تعالي ايزابيلا خدي اهو، لازم احط لها الحاجة بعيد زي كده عشان تروح تاخدها، عشان الحرف وكده اهو. بصوا حركة في منتهى الذكاء صح. لا اروح بقى اشوف اللي ورايا، وبعد كده ارجع اقول لكم على اي ابديت حصل. الحمد لله ظبطت كل حاجة، وظبطت الدنيا وروقتها وطبقت كل حاجة كده. الزبادي بتاعت المراعي دي لبلة، كان في واحدة بتسألني ابدأ، لا بلة انتي هتنعكي شيلي الحاجة، اروح عشانهم احسن، والنسكافيه وكده. واحدة كانت بتقولي ادي لابني الزبادي امتى، يا جماعة ادهوله بعد الشهر الثامن مش اقل من كده، عشان لو عنده حساسية قلبان. نامت يا جماعة، فانا دلوقتي هعمل السكين كير والهير كير والبادي كير روتين، وكمان هعمل النهاردة بادي كير ومانيكير، بس هعمل حاجة بسيطة جدا جدا سيمبل، لحد ما المناسبة بتاعت اخت مرون تيجي، وطبعا هعمل رسمة تكون تحفة. اختي بقى كده قطعت شوية اناناس يا جماعة، قطعت اناناس التقطيع معوق شوية، بس هو كان مسكر جدا وكان طعمه حلو. كنا بناكل اناناس واحنا بنتفرج على الفيلم بتاع ديفيدايز بتاع شاروخان، العسل 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 يعني يا جماعة، بجد الفيلم حلو. هلو هلو هلو، كل البنات بتسألني المرجيحة دي عملية ولا لا. المرجيحة دي ثواني بس اوريها لكم كده، الاول ده شكلها، مرون كان جايبها لي في الفالنتاين، شكلها حلو قوي قوي قوي، اللون الابيض مع اللون اللبني خرافي. طب انا جبتها اللون ده ليه؟ بسبب يعني الانتري بتاعي كشمير في لبني غامق كده، ازرق غامق يعني، قلب على جنزاري شويه، فحبيت دي كده تكون شكلها حلو قوي تنطق الصاله. اصلا اصلا انا عندي الجزء ده كله ديكور، والجزء ده كله ديكور تالت خالص، حتى بالسجاده. بص لون السجاده ولون السجاده، اوكي ده اولا. حتى الدبدوب كمان لابس ازرق، ويا جماعه الماتشنج ده ما جاش بارادتنا، مرون كان جايبه لي في الخطوبه اصلا، ده من قبل ما نفكر في المرجحه. المرجحه دي جبتها وانا متجوزه. تمام طيب، هي عمليه ولا لا؟ بصوا خليني بقى اتكلم بكل صراحه، كشكل تحفه جدا جدا، بتكمل البيت، كانت تحس انها بتكمل بيتك حاجه كده من ضمن مثلا الشياكه البيت، اوكي حلوه. طب هي عملية ولا لأ؟ عملية يعني مثلا بقعد عليها كل يوم وكده؟ لأ. حلوة، بقعد عليها في أوقات متباعدة جدا جدا يعني، ممكن الضيوف اللي يجولي هم اللي يقعدوا عليها ويتصوروا عليها، تمام. إنما أنا كواحدة بقى المرجيحة عندي في البيت لأ. طيب نشتريها ولا لأ؟ لو أنت عايزة تحفة فنية كده عندك تحطيها في شقتك تكمل ديكور شقتك، تمام، هي كويسة جدا على فكرة وشكلها حلو، هاتيها. يعني مش مهتمة او مش عايزة النقطة دي، تقدري تجيبي حاجات تانية تحفة فنية، زي مثلا الاباجورتين اللي هناك دول حلوين برضو، شكلهم حلو قوي، بينوروا كده، وحاجة برضو نقدر نستفاد منها ان حاجة بتنور، وحاجة كده بتضيق ليا الصالة، بتكون شكلها حلو قوي، وبجد بجد من الحاجات التحفة برضو. فانا حبيت كده اديكم الريفيو عن المرجيحة، عشان البنات اللي طلبت في حرام مش هدبسكم في حاجة حبايبي يعني، انا حبيت اقول لكم الصراحة كده، تمام. فهنا احنا وصلنا لاخر الفيديو، حطيلي لايك لو لسه محطتيش، وكمان اشتراك لو اول مرة تشوفيني، وباي حلوين، واستنوني في فيديو بكرة ان شاء الله، يعني لو عرفت انزل بكرة.